اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام بحلقه جديده من برنامجكم يلي صار المفضل الايمان المتبادل. انا كثير فرحان بس اسمع او تجيني اتصالات من الهرمل، من بعلبك، من الجنوب، من ناس من برات لبنان انه عم يحضروا وعم يتباركوا جدا وصاروا ينطروا مناطره. بوجه تحياتي كل عم يحضرونا. انا الاسيس سعيد ديب للي ما بيعرفوني، ومعي كريستين. كريستين، سلام المسيح مشاهدينا، بيسرني اني اكون عم بنضم للأسيس سعيدي بهالبرنامج المشوق جدا بدراستنا للكتاب المقدس. برنامج الإيمان المتبادل هدفه يسلط الضوء على شخص يسوع المسيح بدراستنا للكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد. بالحلقات السابقة شفنا كتير نبوات عن سيد المسيح بالعهد القديم، شفنا موسى شو كتب عن السيد المسيح، كما شفنا أيضا داود شو كتب بالمزامير. إنما اليوم رح نحكي عن نبي اسمه إشعيا، كتب كتير نبوات تحققت عن سيد المسيح. إنما قبل ما نفوت بهذه الدراسة مع الأسيس سعيد ديب، نتوقف مع بعض مع آراء المشاهدين ونشوف مين بيعرف عن إشعيا. من هو إشعيا؟ إشعيا هو نبي بالعهد القديم قبل المسيح. ما بعرف، قال لي عن الأرمن شو عمل، تاريخ الأرمن، بقول لك شو في شو ما في، من اول لاخره، بس هيك شغلات ما بعرف. بتعرف مين هو اشعيا؟ اشعيا المسيح اتى، هو كان عم بيتمم النبوءه تبع اشعيا بالعهد القديم. بتعرف مين هو اشعيا؟ اشعيا النبي، حسب نبوءه اشعيا عنه شو؟ النبي اشعيا هو اللي تنبأ عن مجيء يسوع المسيح، والمسيح بالهيكل هو اللي قريب من بالكتاب نبوءة أشعيا عن مجيئه. أشعيا هو اللي كتب النبوءة يلي قراها المسيح لما إجا وفات على الهيكل وعلم، قال إنه هو إجا لحتى يطلق الأسرى ويفتح أعين العميان. في ناس عرفوا، في ناس ما عرفوا. نعم، مثل ما منشوف إنه أشعيا هو نبي صح. مثل كثير انبياء مرقوا بالعهد القديم وحكيوا عن المسيح، انما عرفنا شوي اكثر مين اشعيا وباي فتره زمنيه كان موجود. للي ما بيعرفوا لحديث هلا بدي لكم معلومه جديده، انه النبي اشعيا كريستين هو بالعهد القديم. شو يعني العهد القديم؟ كتاب المقدس مقسوم لقسمين، العهد القديم والعهد الجديد. العهد القديم بلش كتب موسى التوراة وكل الأنبياء اجوا وتنبأوا عن مجيء نبي بده يجي. موسى سماه النبي، له سجود الأمم، له العبادة. شو هالنبي له العبادة؟ هيدا العبادة لله. وطبعا كل الأنبياء اجوا سموه المسيح، سموه المخلص، سموه مثلا إشعيا سماه العبد، وسماه الرئيس، وسماه ابن الله، وسماه الله. من هو هذا الانسان اللي هو الله بده يجي؟ يعني امور كثيرة انكتبت، وفي ناس بياخذوا نبوءه بقول شفت هذا، لا عم يحكي عن فلان وفلان. لا، كل النبوات بيحكوا عن شخص واحد يسوع. فتش الكتب وكلها تخبر عن مين؟ عني. كل الكتب الموسى والانبياء شغلتهم يشهدوا لي. طب اين يشهدون للمسيح؟ واليوم رح نحكي اشعيا، عم نمشي فيه كتاب ورا كتاب. شفنا كموسى، شفنا، رح نشوف بعض اكثر. هلا هالحلقه لانه عم نعالج اشعيا. اشعيا انكتب هذا السفر قبل ما يولد المسيح 740 سنه، يعني كتب بين سنه 740 ما قبل الميلاد 40 سنه، يعني بقي يكتب في نبي اشعيا هذا السفر من 740 لسنه 700 ما قبل الميلاد، وكتب بالتفاصيل. يعني قال هذا اللي بده يجي راح يكون عبد لله، وراح يكون ابن لله، وراح يكون ابا ابديا، وراح يكون رئيس السلام. وحكى عن ولادته، يعني بس الرب يعطي نبوءه. يسوع ما اجى هيك اعتباطيا، اكيد كان في تحضير، اكيد. والرب ما بده يضيعنا ويشوشنا يجي مين مكان ويقول انا هو المخلص وانا هو النبي تعالوا الحقوني. عطى قال هيدا انا يلي وعده لموسى وللانبياء بده يجي، يلي هو كل الامم، هو رجاءهم، هو خلاصهم. وعدهم انه رح يجي من عذراء. شفنا موسى كتب انه من عذراء، شفنا داود انه رح يجي من عذراء، وهلا رح نشوف كيف اشعيا، كيف من وين بده يولد. بنشوف هلا نبوات رح نقراهم، رح نرى تحقيقهم بالعهد الجديد. هتشوفي كريستين انه انت عم تقري سفر اشعيا رح تفكري حالك
عم تقري العهد الجديد. نعم. شو كتب الرسل؟ نعم. بسموه الانجيل الخامس. نعم. نحن ما عندنا خمسة انجيل، في الانجيل الاربع معنا مجازي، لانه لكثرة وضوح النبوات يلي تنبيها اشعيا ولانها كلها تحققت. يعني مستحيل تتحقق باي انسان ثاني، لو وجه واحد بده يركبها تركيب، كيف بده يركب واحد امتين توقيت ولادته؟ وكيف بده يركب واحد امتين بده يولد ومن مين؟ من عذراء. كيف بده يقرر واحد يولد؟ أكيد وأهله بده يقرروا ما تزبط. نعني بمعنى مجازي الإنجيل الخامس لأنه حكي عن كل شيء. حكي عن ولادته. من ولادته حتى القيامة. حتى المجيء الثاني. حتى قيامته، حتى مجيء الثاني، حتى حكي عن آلامه، آلامه عمل إصحاح كامل. وبس عن آلامه، وليش عم شوقنا المشاهدين كثير، شو رأيك نبلش نشوف؟ يلا بنبلش، أنت جاهزي؟ أوكي، إشعياء 7:14، خلينا نبلش بإشعياء، شو تنبأ عن هيدا المسيح البديجي. تنشوف 7:14. اما اشعيا فقال اسمعوا يا بيت داود. مين عم يكتب اشعيا؟ بوحي من الروح القدس. نعم. عم يحكي لبيت اسرائيل، لبيت داود. اما كفاكم ان تضجروا الناس حتى تضجروا الهي ايضا؟ ولكن السيد الرب نفسه، السيد الرب نفسه يعطيكم هذه الايه. شو هي الايه؟ ها هي العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل، اي الله معنا. العذراء شو؟ تحبل. كيف العذراء تحبل وتلد ابنا ذكرا ويكون اسمه عمانوئيل، اي الله معنا. هل تحققت هالشيء؟ وهل تبناها المسيح هيدي الايه عنه؟ هل اتباع المسيح قالوا هالنبوءه عنه؟ وكيف الشعب وقتها تقبل هيدي النبوة من إشعياء؟ عم نحكي 700 سنة، 740 سنة بعد 740 سنة قبل الميلاد. يعني شيء عجيب انه الواحد يتقبل يقول انه رح يولد. هل تحققت هذه النبوة؟ خلينا نشوف بالعهد الجديد في كذا آية. خلينا نقرا في بلوقا، منشوف بلوقا 1:26. وحين كانت اليصابات في شهرها السادس أرسل الله الملاك جبرائيل إلى بلدة في الجليل اسمها الناصرة، إلى عذراء اسمها مريم، كانت مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف. لحظة، مين إجا لعند العذراء؟ مريم؟ لصبات. مين الله أرسل مين؟ ملاك جبرائيل. نعم. جبرائيل، الملاك جبرائيل هو حامل رسائل الله. نعم. إذن الله أرسل الملاك جبرائيل لمين؟ لعذراء، فتاة عذراء، صبية عذراء صغيرة لم تعرف رجلا. شو قال لها؟ فدخل إليها الملاك وقال لها السلام عليك يا من أنعم الله عليها، الرب معك. فاضطربت مريم لكلام الملاك وقالت في نفسها ما معنى هذه التحية؟ فقال لها الملاك لا تخافي يا مريم، نلت حظوة عند الله، فستحبلين وتلدين ابنا تسمينه يسوع، فيكون عظيما وابن الله العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله عرش أبيه داود، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد. خلينا قبل ما نروح لهونيك، إجا الملاك جبرائيل، هو ملاك رسول الله، ما في عليها أي غبرة معلومة، لأنه منذ البدء الله يرسل الملاك جبرائيل لنقل رسائل للبشر للأنبياء. أمين. إجا اختار هالعذراء الصبية وقال لها أنت نلتي حظوة عند الرب، بدك تحبلي وبدك تجيبي ولد، لأن الله بده يوطد عرشه من خلال هذا الولد، وتدعينه يسوع، يا الله يخلص. وبعدين من كفي إذا بتقري بتلاقي عمانوئيل، أي الله معنا، الله معنا. تحققت هذه النبوة وحبلت العذراء، وكلنا بنعرف قصة عيد الميلاد. نعم. كانت تتمم هذه النبوة. إذا هي أول إشارة إنه هذا هو رب. أنا بكفيني أقرأ هذه وخلص، وقف الحلقة اليوم، نقول بكفي هذه الآية، ولكن في ناس بدهم يعرفوا أكثر. كمان أنبأ إشعياء عن خدمة يسوع وين بدها تكون في جليل الأمم. إذا بتقري ب 8:23 شو بقول؟ وين بده يخدم؟ يعني حدا بيقول لي بده يولد هون، ومن مين؟ وشو بتكون شو بده يعمل؟ نعم. بقول بتقول الآية وأما في الزمن الأخير قبل هيك
راها من 23، ولكن حيث تكون الشدة لا يكون السواد في الزمان الأول، وهنا أرض زبولون وأرض نفتالي، وأما في الزمان الأخير فتكرم تلك الأنحاء ما بين طريق البحر وعبر الأردن جليل الأمم. هونيك الرب بده يكرمها، بده يجيب خلاص، وبكفي بقول الشعب السالك في ظلام رأى نورا عظيما بهذيك المنطقة. كيف تحققت انه خدمته راح تكون في جليل الأمم؟ قريلنا اياها بمتى 4 اذا بتريدي 13 ل 16، متى 4 13 ل 16. ثم ترك الناصرة وسكن في كفرناحوم على شاطئ بحر الجليل في بلاد زبولون ونفتالي. اها، وين قال؟ في بحر الجليل. بحر الجليل، زبولون وارض نفتالي على طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم. وبكفي بيقول ليتم ما قال النبي إشعياء. يا أرض زبولون وأرض نفتالي على طريق البحر. طيب. عبر الأردن يا جليل الأمم. المسيح إذا بولادته حقق أول نبوءة، قريناها قبل الإصحاح، ثاني إصحاح حقق ثاني نبوءة. أمين؟ أمين. يعني من ولا شخص عم بيحققهم كلهم، طق طق طق، ولا واحد إجا قال أنا هو المسيح، ولا إنسان، ولا نبي، ولا حدا بيسترجي، ولا لأنه بتكلفوا حياته. إذا بيقول أنا المسيح يعني لازم ينصلب على الصليب، يعني لازم ينتف لق دقنه، لازم ينجلد، لازم ينخان، لازم يتمسك، يتسمر، لازم ينزف دمه، لازم موت موت، ما بيسترجي. ولا هو الله المتجسد كان عارف لوين جاي، شو جاي يعمل. كان يعرف، كان عارف، كان عارف. ليتم المكتوب. صحيح. كما يقال. يتم المكتوب يلي هو كتبه. نعم. يلي هو قاله عن حاله أنا بدي. نعم. أعمله مشان ما نضيع، ما حدا غشنا، ما حدا ضيعنا. الرب عطى إشارات والمسيح بده يتمم هالإشارات. كمان إشعياء 9 نبوءة ثالثة. في كتير عفوا نبوءات اليوم ما راح فينا بس بإشعياء. نعم. ما عندنا كتير وقت نغطيهم كلهم، أنا بترك الأمر للمشاهدين إنه أنتوا تقروا سفر إشعياء وتشوفوا بعينكم. فيك تقرأ هلأ معي إذا بتحب إشعياء 9 تشوف إنه هذا الشخص يلي كل الأنبياء كتبت عنه هو المسيح. إشعياء 9:7. إشعياء 9:7. أوه هذا إشعياء 9 كله بيحكي عن المسيح. خلينا نلاقي بس أي وحدة. تنقول هون إشعياء 9:7 بيشدد كتير على تجسد الكلمة. صح، الكلمة تجسد. وشو بده يعمل كمان؟ خدمته ومهمته، يدعى أبا أبديا، يدعى رئيس السلام. صحيح، هذا هو المسيح. سلطانه يزداد قوة، مملكته في سلام دائم، يوطد عرش أبيه داود، يعني ابن داود. عمل لك ابن العذراء ابن داود. أول ما تقري بمتى بتلاقي ابن 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 داود، ابن 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 يهوذا ابن يعقوب. لأن حدد موسى ابن يهوذا بده يكون. ما في شيء من مكانه يقول هذا هو المسيح أو هذا هو النبي مخلص العالم أو هذا هو الحل للعالم. بده يقول هيك عم يضرب كل الكتب المقدسة، عم يضربها كلها، كل النبوءات. إذا مهمته أن يوطد عرش داود، ماشي الحال، ويثبت أركان مملكته على الحق والعدل من الآن وإلى الأبد، غير الرب تفعل القدير تعمل ذلك. شايفين لنا إياها هيدي الآية بلوقا 1 إذا بتريدي، معلش بدي أعزبك لوقا 1. شو 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 هل تحققت؟ خلينا نشوف إشعياء 11 كمان. إشعياء 11 كمان بتنبأ نفس النبوءة، بكررها مرة ثانية. لوقا 1 أي إصحاح؟ 32 لوقا إصحاح 1 عدد 32. بس قبل خلينا نقرا بعد آية كمان. بيقول إشعياء بنبوته أن يخرج فرعون من جذع يسا، يعني بيطلع من يسا فرع. من مين يسا؟ يسا ابن بيو لداود. صح، يعني بيطلع من يسا فرع، وينمو غصن من أصوله، روح الرب ينزل عليه، روح لك يستقر عليه روح الرب. وعدد 10 هيدا اللي عم يحكي عنه، في ذلك اليوم يرتفع أصل يسا راية للشعوب، تطلبه الأمم ويكون موطنه مجيدا. الأمم كلها تطلب هذا المخلص، هذا الملك، هذا رئيس السلام. هون عم بيفرجي أنه المسيح هو مش بس اليهود، لكل. نعم. الأمم الخلاص يشمل الجميع. ريلي يا يوحنا لوقا إذا بتريدي 1:32 ل 33. فيكون عظيما وابن الله، إذا منقرأ ال 31 يمكن بتسهل نفهم شو عم نقرأ، فستحبلين وتلدين ابنا تسمينه يسوع، فيكون عظيما وابن الله العلي يدعى. أوكي. ابن الله العلي. نعم. يدعى. مين عم يحكي؟ بعض الملائكة، جبرائيل. نعم. مش 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 المسيح قال أنا ابن الله لهلا، المسيح قال والرسل قالوها والملائكة شهدوا، والملائكة قالوها، ولكن رئيس الملائكة أو رئيس. نعم.
جبرائيل يلي بينقل رسائل الله، هو قال بتمه رسالة من عند الله، هذا يدعى ابن العلي. نعم. والما بيسميه ابن العلي، واللي بيرفض يسمي المسيح ابن الله فهو يكفر، وهو يرفض المسيح وتحل عليه دينونة الله. كفيلة شو بدي يعمل؟ يوطد عرش داود. إذن ويعطيه الرب الإله عرش أبيه داود. ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد. إلى الأبد. من هو الملك الذي يملك إلى الأبد؟ بده يكون أبدي. صح. وبكفي بيقول ولا يكون لملكه نهاية. يسوع ملك الملوك ورب الأرباب. هو يوطد عرش أبيه داود. غيرة الرب تصنع ذلك. هو أجى لكي يوطد عرشه. إذا كان نزلوا للمسيح كل خشوع وهيبة ونعبده ونركع ونقول له خلصنا أي رب المخلص. طيب إذا جاي يوطد العرش، خدمته بالجليل بلشت، ولد من عذراء. طب هل في شي حدا بده يجي يسبقه ويهيئ له الطريق غير الملائكة؟ نعم في حدا بده يجي، الله بده يبعثه. هلا رح نشوفها بيوحنا واحد. إشعياء 40 السنين في نبوءة كثير مهمة للي عم يدرسوا معنا وعم بيتابعوا على الحلقات. إشعياء 40، روحوا معي لإشعياء 40 من 3 إلى 5. شو بقول؟ صوت صارخ في البرية، هيئوا طريق الرب، مهدوا في البادية دربا قويما لإلهنا. كل واد يرتفع وكل جبل وتل ينخفض، يصير المعوج قويما وبكفي فيظهر مجد الرب. إذا في صوت صارخ في البرية، عم بيقول عم يصرخ هذا الصوت هيئوا طريق الرب. عم يحكي عن يوحنا المعمدان. عم بده يجي حدا نبي قبل المسيح مباشرة يهيئ له الطريق. كيف بيدخل واحد مثلا قدام الرئيس بيهيئ له الطريق. الله أرسل نبي لكي يحضر الطريق ويفتح الطريق للملك كي يدخل على السجادة. هل هالشي تم؟ نعم تم. من تمم أعظم نبي في العهد القديم ما قبل المسيح الذي هو يوحنا المعمدان؟ ريدنا إياها يوحنا واحد إذا بتريدي 19-28، قراءة شوي طويلة. هذه شهادة يوحنا حين أرسل إليه اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه من أنت؟ فاعترف وما أنكر. الحقيقة. اعترف قال ما أنا المسيح؟ فقالوا من أنت إذن؟ هل أنت إيليا؟ قال ولا إيليا. قالوا هل أنت النبي؟ أجاب لا. فقالوا له من أنت؟ فنحمل الجواب إلى الذين أرسلونا. ماذا تقول عن نفسك؟ قال أنا كما قال النبي إشعياء صوت صارخ في البرية قوموا طريق الرب. وكان بينهم فريسيون فقالوا ليوحنا كيف تعمد وما أنت المسيح ولا إيليا ولا النبي؟ فأجابهم أنا أعمد بالماء وبينكم من لا تعرفونه هو الذي يجيء بعدي ويكون أعظم مني وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائي. جرى هذا كله في بيت عنيا عبر نهر الأردن حيث كان يوحنا يعمد. أمين. وبنفس الوقت بيجي تاني نهار المسيح بيجي لكي يعتمد من هيدا هو اللي حكيت عنه. قلت عنه قدامي، هو كان قبلي وصار قدامي. قالوا له ولو عم يتركوك يا يوحنا عم يلحقوا. قال له ينبغي أنا أن أنقص وهو أن يزيد. وذاك أن يزيد يسوع ينبغي أن يزيد. قال له هيدا هو يلي أنا جاي أحضر له الطريق. إذا يوحنا المعمدان بس سألوا أنت مين؟ أنت النبي؟ النبي إيليا؟ لا. النبي إيليا ظهر وموسى ظهر وين؟ بجبل التجلي مع المسيح. قالوا لا مش أنا هو، رح يجوا ويظهروا مع المسيح بس يجي. وبالحقيقة ظهروا على جبل التجلي. قالوا إذا أنت مين أنت؟ قالوا أنا مثل ما كتب وأنبأ عني النبي إشعياء أنه أنا رح أجي وأهيئ طريق الرب. وكانوا يعدونه نبيا عظيما. نعم. يعني الشعب كله عم يجي ويعتمد بالأردن على يد يوحنا المعمدان. كان محير الفريسيين. إيه تحضيرا للمسيح. إذن أيضا هذا الشخص يلي هيئ الطريق للرب يسوع كان في نبوة عنه بإشعياء وإجا وحضر الطريق. إذن ويوحنا قال أنه مش أنا هو، هذا هو، اتركوني إلي واتبعوه له. امين. نحن ومش كمان مش بس انه تحققت النبوه، حتى قال انه كما قال النبي اشعيا كمان. يعني كمان عارف حاله انه جاي تمام.
النبوة. إشعياء 50 بيحكي عن آلامه. هلا 50 51 52 53 كثير تفاصيل هون، بيحكي عن تفاصيل اذا بدك يعني دقيقه جدا جدا جدا، بعد ادق من هيدي. روح مع إشعياء 50 ايها المشاهد المحبوب، إشعياء 50 والعدد 6، عدد 6. ليك شو بده يحكي عن عن المسيح؟ في كذا نشيد عنه، هو عبد الرب، بسميه عبد الرب، باماكن بسميه الله، بأماكن أخرى بسميه رئيس السلام، بأماكن أخرى بسميه أبديا عن المسيح، وهو الملك وهو ملك الملوك، وبأماكن أخرى بقول هيدا الملك وهيدا هو كمان نفس الوقت عبد لله، لأنه أخلى الطبيعة الإلهية وأخذ طبيعة إنسانية وصار عبدا يشبه البشر مثلنا، وأخذ أوطى مركز يسوع تعلمنا التواضع، وتعلمنا انه من اراد ان يكون فيكا كبيرا واولا فليكن لكم خادما. هيدا الملك تبعنا اللي بنخدمه، مش بيبعتنا تنقتل، لا لا لا، بيموت كرمالنا. هاليلويا، هو الملك الوحيد، هذا الملك المحب. اذا هون الملك شو عمل على تيحمل خطايانا، لانه اجره الخطيئه هي موت، وهو جاي تيحل مشكلة الخطية. ولا إنسان ولا نبي إجا على وجه الكرة الأرضية قالنا أنا بجاي أحل لكم مشكلة خطاياكم. كل الأنبياء رائعين، كل الأنبياء منحبهم ومنقدرهم ومنكرمهم، ولكن كله نقولنا هيدا الطريق الصح وهيدا الطريق الغلط، واللي بيعمل صح له الحياة الأبدية، واللي بيعمل خطأ له جهنم. وكلهم قالولنا أنه كلنا عملنا غلط، وكلهم بشروني بالخير أني أنا رايح جهنم. ولا نبي أعطاني الحل. يسوع إجا قال صح كلكم رايحين على جهنم مزبوط، ولكن انا جاي موت عنكم، جاي اخذ الحل، جاي احمل الحل على كتافي. ولا نبي اخر عملها، يا مسيح عملها. هو الملك الوحيد اللي على الارض لعنا. انا شو بدي احلى من هيك سيد، واحلى من هيك اله ورب موحد. هون عم يحكي عن الامه للمسيح. شو بدي بقول بإشعياء 50 وعدد 6 بقول: اديروا ظهري للضاربين وخدي لناتفي اللحي، واحتمل التعيير والبصق، عشان البصق يعني يبصق في وجهه. اذا حكي انه هذا المسيح او هذا الملك او هذا السيد او هذا الاله او هذا الرب او هذا الاب الابدي اللي حكي عنه إشعياء 9 بالعالم بالاصحاح 49 عدد 6 بيقول سيضرب على ظهره. اوكي، مش يضرب للضاربين، اكثر من واحد راح يضربه، راح يجلد. وهلا بنشوف بالعهد الجديد اذا تمت النبوءه، ويبرم او اديروا خدي لناتفي اللحي، ستنتف ذقنه. اوكي، راح ينتفوها بسبب احتقار له، وايضا سوف يحتمر التعيير، ان كنت ابن الله خلص نفسك، معيره، وسيحتمل البصق. وهذا يلي شفناه على الصليب يلي صار. بتعرفي انه هذا شيء كرمالي وكرمالك، كرمالي انجلد على ظهره، كرمالي نتفت لحيته، وكرمالي احتمل التعرير وانبزق عليه عشان يعطيني كرامة. حمل عارنا، حمل خطيانا. هذا النبي إشعياء تنبأ انه هيك رح يعمل. هل هالشي تم؟ خلينا نشوف هالشي بمتى 26 عدد 67. اذا امكن عندك متى 26؟ لا، هون في الحبطرس الاولى. اوكي، متى 26 لكن 67، خلينا نشوفها نقراها مع بعض. فبصقوا في وجه يسوع، متى 26 67، فبصقوا في وجه يسوع ولطموه. تحققت النبوءة ولا ما تحققت؟ تحققت بكل تفاصيل. مش كأنه النبي إشعياء عم بيشوف شو عم بيصير فيه؟ هون عم نشوف انه الروح القدس هو اللي كان عم، روح القدس كان شايف، كان عم بيقول له شو يكتب لإشعياء. إشعياء كان عم بيطيع، بدأ موجود روح القدس هو اللي كان عم يحكي بوسط الانبياء. شوفي، قال فبصقوا في وجه يسوع ولطموه، ومنهم من لكمه وقالوا تنبأ لنا ايها المسيح من ضربك. اذا بنشوف احتقروه، لأنه بسفر إشعياء 53 بلش هيك: محتقر منبوذ يسوع احتقر ونبذناه.
امين. شكرا يا رب. خلينا نرفع صلاه صغيره، حس لازم صلي. يا رب بدي اشرق علامك، نسجد وننحني امام محبتك لنا يا رب. اخذت بديلي على الصليب، اخذت مكاني، اخذت جهنم عني، وقمت من بين الاموات. نعطيك المجد لانك حققت نبوتك ولم تتراجع الى ان تحقق هذه النبوه ايضا. منحبك يا رب، منحبك يا رب. امين امين. خلينا نكفي هون. بحب ذكر المشاهدين بدراستنا نحن، مش حتى يصير عندنا بس معلومات، صح. مش بس حتى نفرح انه لقينا المرجع والاثبات للايه يلي قريناها بالعهد القديم شفناها انها تحققت بالعهد الجديد، انما الهدف من برنامجنا انه نعرف انه يسوع هو ملك الملوك ورب الارباب، هو الملك يلي كان موجود منذ الخليقه وقبل الخليقه، وهو يلي كان مخطط يلي رح يصير انه هو رح يتجسد ويحمل خطايانا. فكل يلي صار بالعهد الجديد هو ما كان صدفه، كل يلي صار كان مخطط منه من الاب يلي تجسد وحمل خطايانا. هلا كمان بيحكي مش بس انه بيبصق ووجهه ويجلد، بيحكي كمان اكثر من هيك، وعم يحكي عن يتشوه منظره على الصليب. تشوه وجه يسوع، وجهه تشوه بسبب ناتفي اللحي. نعم. اذا بنقرا هالمرجع ب 52 اشعياء 52، دائما عم نقرا من سفر اشعياء. نعم. المشاهدين دائما عم نقرا بس اشعياء شو حكي عن المسيح، ما عم بجمعهم كلهم، بس كل سفر بسفره. يعني ما بنخلص كل المواضيع بحلقه واحده. ما فينا، بس كرمال هيك نجرد اشعياء اليوم بسرعه. بلش نسرع شوي. وقال الرب: ها عبدي ينتصر، يتعالى ويرتفع، يتسامى جدا. كثير من الناس دهشوا منه كيف تشوه منظره كانسان وهيئته كبني البشر، والان تعجب منه امم كثيره ويسد الملوك افواههم في حضرته. هللويا. لأنهم يرون غير ما أخبروا به ويشاهدون غير ما سمعوه. إذن هون يتكلم عن التشوه، تشوه منظره. مرقس 15 كمان بيقول، بيحكي كيف جلدوه، كيف أبعوا له لحمه عن ظهره، كيف نتفوا له لحيته، وقال تنبأ لنا من يلطمك، وكيف الدم كان عم بيصير والشوك. تشوه منظره وكان مشهد كثير صعب. يعني بعتقد النبي إشعياء هو أكثر نبي حكي عن هالتفاصيل، عن تفاصيل الألام. صح، حكي عن ألام المسيح. نعم. ب 53 بيقول: من صدق ما سمعنا به، ولمن تجلى ذراع الرب؟ بيقول: لا شكل له فننظر إليه، ولا بهاء ولا جمال فنشتهيه. محتقر منبوز من الناس، موجع متمرس بالحزن، ومثل من تحجب عنه الوجوه نبذناه وما اعتبرناه. إذا هذه النبوءة كمان تحكي أنه كيف يتشوه منظره، كيف يتألم من أجله. ولكن ب 52-13 مرقنا على آية كمان لازم ما نوقف عليها، لازم نوقف عليها. قل: يتعالى ويتسامى. 52: ها عبدي ينتصر، يعني رغم الآلام رغم الجلد رح ينتصر، رح يموت. هون بيحكي رح يموت. نعم. هلا ب 53 بيحكي كيف مات قطع من ارض الاحياء. رح يموت ورح يقوم وينتصر ويحقق لنا خلاص. قال له انزال عن الصليب. ابليس لحقه على الصليب، قال له اذا كنت ابن الله انزال. قال له ماني مضطر برهن اللي ابن الله انه انا جاي لافتدي هالناس، اذا انا بموت كلهم رايحين على جهنم. كل حياته آدم. كان فيه برهان اصلا عن محبه الله. هللويا. كان فهمان انه الابن المحبوب، ما حدا في شكك ببنوته. وانتم ايها المشاهدين، نحن اذا قبلنا المسيح صرنا ابناء الله، ومش بس ابناء الله. ابليس بده يشككك بهالبنوه. اذا ما قدر يشككك بانك ابن الله، بده يشككك بانك محبوب. مكتوب: احبنا لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. اذا انت قبلت المسيح بطلت انت ابن الله فقط، اصبحت ابن الله المحبوب في المسيح. هيدي اذا قدرنا نفهم اني محبوب من الله، لن اتخلى عنه. وبدي اياه كل واحد يعرف. لو شو ما كنت عم تمرق، يسوع مرق فيهم تيحملهم عنك، تيقدر يعينك، تيقدر يساعدك، تيفهم عليك، تيحس معك، تيقدر يعطيك النصرة. يلي تألم، يلي مات عنك قام. لذلك بيقول يتسامى ويرتفع جدا وينتصر بهيدا. كرمال هيك لازم نجي لعند المسيح من دون خوف، من دون تردد، لأنه صح. هو اختبر يلي بيصير على الأرض بالجسد. بس تشوف وين تحققت هالأية وندخل على بريك. يلا ناخذ بريك هيك نريح المشاهدين. وين تحققت؟ فيليب 2 تحققت، بس قام يسوع من بين الأموات طبعا. ولكن تشوف بولس كيف الرسول، كيف حتى
حتى بقالب جميل جدا من أجمل ما كتب فيليبي 2 رسالته كتبها لكنيسة فيليبي الإصحاح الثاني بالعدد 9 و10. هيدي فيليبي 2 من أجمل ما كتب كيف تواضع المسيح، بقول فإن كان من عزاء في المسيح هناء في المحبة، تم مفرح بكفي، منزهين عن التحزب والتواهي، متواضعين بكفي، بقول ناظرين لا إلى منفعتكم إلى منفعة غيركم، فكونوا على فكر المسيح. شو عمل المسيح؟ هو في صورة الله. إن ترأيت المسيح أنت تنظرين إلى الله. أوكي. بقول ما اعتبر مساوته لله غنيمة له، ما اعتبر غنيمة، إنما أخلى ذاته، ترك ألوهيته، نزل على الأرض وتواضع، أخلى ذاته، نزل من عليا واتخذ صورة العبد، أخذ جسد من مريم العذراء، عبد، صار عنده صورة البشر مثلنا. أوكي. واتخذ صورة العبد، صار شبيها بالبشر، ظهر بصورة الإنسان، ظهر بصورة الإنسان، هو في صورة الله وظهر في صورة الإنسان. هاللويا. هذه الطبيعة الإلهية والطبيعة، يعني ما تمسك بمساواة الله، أخلى، ترك العرش، ترك اللي نزل. أوكي. وهون ظهر، شوف عم يحكي إشعياء إنه هذا الزلمة هو إنسان وهو إله، يا عمي ما حدا يشوفه، يعني ما والتواضع، أطاع حتى الموت، الموت على الصليب، مات يسوع على الصليب وأطاع، وكل المكتوب تحقق، وأعطاه اسما فوق كل اسم لتركع. أحبة، بدي بشرك بشارة، يلي عم يركع ويلي مش عم يركع، رح يجي نهار رح تركع، ركبك رح تركع قدام الملك يوم الدينونة، رح تركع بإرادتك أم غصب عنك، رح تركع، لأنه مكتوب لتنحني لاسم يسوع، لاسم يسوع كل ركبة في السماء، كريستين، كل ركبة في السماء، ملائكة الله، نعم كل ملائكة الله ستسجد أمام المسيح باستثناء الله الآب، لأن هو والآب واحد، كل ركبة ستنحني لاسم يسوع، كل ركبة في السماء، كل ركبة، سمي اللي بدك تسمي، سمي الاسم اللي بيطلع عبالك رح يركع، كل ركبة في السماء الملائكة وفي الأرض، كل البشر من ملوك كبار للعبيد لكل الناس، وتحت الأرض يعني الشيطان وملائكته وشياطينه كلهم، رح يجي نهار رح يركع ويسجد وراسه بالأرض، كل ركبة ويشهد كل لسان بأن يسوع المسيح هو الرب، تمجيدا لله الآب. هاليلويا. هذا هو الإله الذي نعبد، نعرف النهاية منذ البداية، هو كل ركبة سمع. خلينا ندخل على بريك هلا. نعم، هذا هو الإله يلي حكي عنه إشعياء بكل التفاصيل، من الولادة وصولا لألامه، لخدمته، لموته، لقيامته، لدينونته. يعني بعد في كثير آيات ممكن نجي لها. فظيع سفر إشعياء. لا لا لا، وبيحكي كمان عن قبره، وين بده يندفن، بأي مقبرة، وبيحكي مع مين بده ينصلب، تخيلي، وبيحكي بالتفاصيل، تفاصيل يعني. هون أنا بشجع مشاهدينا أنه يقروا سفر إشعياء. بدي أترك آيتين أو ثلاث آيات من سفر إشعياء، رجع ضوي عليهم ونصلي بهالاتجاه. حمل عاهاتنا، تحمل أوجاعنا، حسبناه مصابا مضروبا من الله ومنكوبا، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل خطايانا، سلامنا أعده لنا. أنا وياك صار عنا الحق يكون عنا سلام، حتى لو كان الموج عم يضرب بسفينة حياتنا والمصايب عم تحيط فينا من كل ميلة، وإذا النار نار حولنا من كل اتجاهات، أنا فيني أنعم بسلام، والسلام هو حقي بالمسيح يسوع. سلامنا أعده لنا، يعني طولة معدة وسلامك محضر، فوت خده، وبجراحه شوفينا. إذا أنت عندك أي مرض نفسي ولا جسدي، خليني أقول لك الرب شفاك، أنت ما بتترجى الرب من أجل شفاء، أنت ما بدك تشحد من الرب شفاء ولا تشحد من الرب، خلاص يسوع على الصليب خلصك، ويسوع الرب بجلته شفاك. نحن بنقبل بالإيمان هذا الخلاص، بنقبل بإيمان هذا البر، وبنقبل بإيمان هذا الشفاء. والآية الثانية من إشعياء 61، وبحبكم تقروها كثير منيح، إشعياء 61 و53، لأن بيضووا بقوة على كل عمل يسوع، وهالنبوة بذكر 700 سنة قبل المسيح، بيقول إجا يسوع روح السيد الرب علي، لأن الرب مسحني له، أي المسيح،
أرسلني لأبشر المساكين، عندي بشارة حلوة لك أيها المسكين، في خبرية حلوة لك، إذا أنت ما حاسس حالك مسكين في خبرية كتير حلوة لك، وأجبر منكسري قلوب، فيني أقول لك إذا قلبك مكسور الرب شيء يسوع إجا جبرك قلبك وقام من بين الأموات، هو حي وهو الآن يسمعك، روح لعنده هو الطبيب، وأنادي للمسبيين أي شيء سبيك، أي شيء سابي سلامك وفرحك وقوتك وسلامك، أنادي للمسبيين بتخلية سبيلهم، انكسر الفخ بالمسيح، انكسر الفخ، وهذا وعد وتمسك فيه. وبقول كمان أمنحهم الغار بدل الرماد، أجمل وعد يعطيك الغار والجمال بدل الرماد، وأمنحهم الغار بدل الرماد وزينة الفرح بدل الحداد. هذا الحداد يلي لبسينه جواتنا لك شيله، والبوس الفرح والتسبيح بكفي رداء التسبيح بدل الكآبة أو بدل الروح اليائسة. هودي اليأس والكآبة والدمار مش لقلنا، نمرق فيهم صح، ولكن لا نسكن فيهم لأنه نحن نسكن بالنعمة. خلينا نصلي.